اهلا وسهلا بالجميع. نكمل مع بعض وصفات الفطور. الفطور المتاخر يعني له فطور وله غداء. اليوم وصفتي فته الحمص. فته الحمص طبق مقبلات وطبق فطور جدا لذيذ، كل يسويه بطريقته. في طريقه اهل مصر، اهل الشام، اهل لبنان، كل له طريقته. بسوي معكم طريقه جدا سهله ولذيذ بالمره. عندي هنا صينيه البايركس، حطيت فيها الخبز. الخبز قطعته مكعبات زين، بعدين تقدرون تقلونه انتم قلي بالزيت. انا بالنسبه لي لا، بخيته بخ زيت الزيتون وحمرته بالفرن، فطلع عندي مقرمش وصحي مثل ما انتم شايفين. الحمص نفس طريقه الحمص اللي سويته معكم للبليله، نقعته من الليل بكربونات الصوديوم وماء، من بكره الصباح غيرت الماء وغسلته زين، بعدين سلقته مع ملح وكمون وتقريبا الكميه كوبين. فالكمية اللي عندي هنا كوب ونص مع ماء السلق، هذا هو زين، نص الكوب. بوريكم بعد شوي وش بسوي فيه. طيب الحين نبدأ. بسم الله، الخبز اللي تشوفونه بالبايركس بحط عليه من موية سلق البليلة الحمص والحمص عشان يرطبوا شوي. طيب انتهينا من الخطوة الأولى، نجي للخطوة الثانية والمهمة اللي هي التسقية. تسقية فتة الحمص، وفي ناس يسمونها المسبحة. المكونات: نص كوب من الحمص اللي قبل شوي مع نفس موية السلق، وتقريبا كوب من الطحينة السائلة، كوب من الزبادي، نص كوب من عصير الليمون، فصين ثوم مهروسين، وملح وفلفل أسود. المكونات هذه اللي بتشوفونها قدامكم بحطها كلها بالخلاط واضربه لين يطلع عندي القوام، ما هو ثقيل مره ولا خفيف. وبالنسبه للقوام انتم بتتحكمون، في ناس يحبون التسكيه ثقيله، في ناس يحبونها خفيفه، في ناس وسط. بعد ما انتهيت هذا هو القوام، تتحكمون انتم تبونه ثقيل او خفيف. بعد ما انتهيت بس لا تنسون بالمرحلة هذه تذوقون التسقية، تحتاج عصير ليمون، تحتاج ملح، تحتاج طحينة زيادة، تأكدوا قبل ما تحطونها بالصينية. آخر خطوة اللي هي السمنة واللوز اللي يحط على الوجه، ممكن تحطون صنوبر أو لوز صنوبري. حطيت هنا ملعقتين كبار سمنة، وبحط من اللوز الصنوبري أحمره. أخليه لين يتحمر. آخر شيء على وجه كزبرة مفرومة ناعم. رشة من البابريكا. رشة من الكمون. وبكذا يكون عندنا أحلى فتة حمص.
ونص ممكن تذوقونها.